تمكنت الجهات الأمنية من القبض على 10 أشخاص من الجنسية اليمنية قاموا باقتحام مقرات لعدة شركات واستولوا على ما بها من أموال. كما أوضح الأمن العام أنه تم القبض على 3 مواطنين ظهروا في مشاجرة جماعية بإحدى المحال التجارية، ومواطنين آخرين اشتركا في مشاجرة جماعية وكان بحوزة أحدهما سلاح ناري، حيث تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية. وللحديث أكثر ينضم معنا المحلل الأمني اللواء محمد القبيبان. سعدت اللواء، مساء الخير وأهلا بك معي في نشرة النهار. إذا ما تحدثنا عن مثل هذا الخبر، يعني تمكن الجهات الأمنية من القبض على 10 أشخاص، سرعة الإنجاز الأمني هذا في البدء، أيضا هناك يعني عناصر تشترك مع بعض في وتشكل عصابات للاستيلاء على أموال، لنهب شركات، مقرات، منازل، ما إلى ذلك. كيف تنقل لنا مثل هذه الصورة؟ أولا مساء الخير عليكم السيدات والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. الأمر الثاني هي رسالة من الدولة لكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن بأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة والتي ترسل رسالة لكل شخص يحاول أن يعني يخل بأمن هذا البلد. هذا أول نقطة. النقطة الثانية، يعني نحن نسمع الآن كثيرا في حكاية أمر السعودة وما إلى آخره في العديد من نقاط البيع، في العديد من المواقع الاقتصادية. نعم. هذا يؤكد على أن الدولة لها وجهة نظر بأنه أي نعم الأجانب أو الأخوان المقيمين الذين يأتون هم يأتون للعمل ويعني يقومون بعمل شريف، ولكن في الحقيقة إذا نظرت أنت إلى الأعداد هذه الكثيرة التي يعني مؤخرا وزارة الداخلية تعلن عن تم القبض عليهم، أنا برأيي هو ليس دكتور وليس دكتور في الجامعة وليس مهندس، إنما هي من العمالة التي يعني تكون يعني من ذوي الرواتب المنخفضة. هذه نقطة أريد أتحدث عن السعودة. نعم. لذلك لابد من الإسراع وتنفيذ أوامر الدولة بهذا الأمر حتى يعني تقل هذه المشاكل ويصبح تقريبا المشكلة الرئيسية ألا وهي تهريب من الحدود، وتركز الدولة جهودها في هذا الأمر. الأمر الثالث، الملاك الاقتصاديين، هل يعقل يعني كذا أنه يعلم أحد أن هنالك مبلغ مليون وفي شركة ما ويتم التعدي على هذه الحدود وسرقة هذا الأمن دون أن يكون هنالك يعني تعاون فيما بينهم داخل الشركة وداخل المؤسسة الاقتصادية؟ معناته أن هنالك في نوع من التواطؤ إما مع مقيم أو إما مع مواطن، ولذلك يعني أنا أشوف أنه دور الملاك الاقتصاديين ليس فقط الاعتماد على الدولة في هذا الأمر، إنما يجب أن يكون هنالك إجراءات أمنية وصارمة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة سيدي الفاضل، الرياض والمملكة العربية السعودية الآن مقبلة على تحول كبير الوصول إلى نظرة أو خطة 2030، فلا بد أن نتوقع مثل هذه الأشياء. ولكن ما يحزنني أنا ويؤسفني أنه العديد من أبناء الوطن يقومون بتصرفات غير لائقة، إما أنها زي ما تفضلت مشاجرة أو أنه مثلا تعاون مع بعض المقيمين للسرقة وهي من أبناء الوطن، وهذا في الأول والأخير يضر بمصلحة المواطن قبل أن يضر بمصلحة المقيم. فما أرى أنا شخصيا أن وزارة الداخلية تقوم بجهود جبارة في ظل الأنظمة والقوانين. أي نعم إن هنالك زاد العدد، ولكن أنا أعتقد أنه له دخل دور الإعلام ودخل الدولة أيضا كذلك في المراقبة اللصيقة التي هي من شأنها حمايتي وحمايتك وحماية الأخوان والسيدات المشاهدين لاستقرار والتطور الاقتصادي. نحن مقبلون على طفرة، ليس طفرة تخطيطية. نحن مقبلون على أننا نصبح من الدول، خلي أقول لك تقريبا الرياض سوف تصبح الآن من الدول العواصم الخمس أو العشر في العالم التي هي جاذبة للاقتصاد. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد دعم سمو وزير الداخلية، وأعتقد أن سمو وزير الداخلية يقوم بجهود جبارة يعني محاولة على الحد الأدنى أن يكون هنالك هفوات أو أخطاء من قبل المسؤولين. سعادة اللواء، أعود لنقطة التشكيل العصابي. نعم. في التعدي على الممتلكات الآخرين أو السرقات أو النهب أو ما إلى ذلك. نعم. يعني هناك تكرار لهذا التشكيل العصابي، وهناك استخفاف أيضا بكاميرات المراقبة. نعم. صحيح. كيف يعني ننظر لهذه التشكيل العصابي أو لمن يستخف بكاميرات المراقبة أو الإجراءات التي تتخذها الشركات أو من له يعني استثمار وما إلى ذلك؟ صحيح. في الشارع العام؟
يعني نحن نقول أنه المواطن هو رجل الأمن الأول، هذه نقطة. النقطة الثانية، الجهود التي تقوم بها الدولة مشكورة ولله الحمد. يعني قبل فترة أكيد أن حضرتك كنت تتابع افتتاح موسم الرياض، وهذه الأعداد اللي وصلت إلى تقريبا أكثر من 250 ألف إلى 300 ألف مواطن، وتم رصد من قام بأعمال خلينا نقول خارجة عن الذوق. هذا يؤكد أنه الأمن قبل الاقتصاد. الأمن يجب أن يكون أو يفرض بيد من حديد، فمن لم يفهم هذه الرسالة سوف يتم معاقبته. أنا وش أقول النقطة، يعني ما يؤسفني أنه أغلبها تصير من أبناء الوطن، ليس للسن في هذا الموضوع يعني دور، بقدر ما أنه مسؤولية المواطن عندما يأتي إلى أماكن مفتوحة أو عندما يعمل في شركات تدر دخل عالي بأن يتواطأ مع من يحاول يعني إصدار صورة سيئة عن المملكة العربية السعودية، ومنهم من يستغل هذا الأمر. ولكن حقيقة يعني هنالك جهود جبارة ومطمئنة لنا نحن كمواطنين بأن هذه الكاميرات إنما هي لخدمة المواطن، بأن هذه الإجراءات وسرعة القبض إنما هو من حسن التدريب من قبل منسوبي وزارة الداخلية، الإجراءات تتم بسرعة، محاكمتهم، الإعلان عنهم. قد يكون هنالك قائل يقول لماذا لم يتم يعني خلي أقول لك الكشف عن صورهم كما تفعل بعض الدول التشهير. نعم، أنا ضد هذه الفكرة حقيقة، لأنه الإنسان له غلطات في العمر، وليس بالضرورة قد يكون هو سيء هذا الشخص ويسيء إلى عائلته ويسيء إلى الحي الذي هو فيه. فالإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية رسالة واضحة، وعلى الجميع أن يفهمها وأن يلتزم. بعض الأشخاص سعادة الذين يعني وقعوا في قبضة رجال الأمن تبين من خلال ما كشفته الجهات الأمنية أنه لربما انخرط في طريق مضلل وهو المخدرات وما إلى ذلك. نعم، ثم صحيح. انتهج هذه الطرق. صحيح، هذه نقطة جدا مهمة. يعني نؤكد يعني أنه حكومة خادم الحرمين الشريفين اتخذت إجراءات حتى على مستوى دولي. يعني رأينا قبل فترة قطع علاقات من دول للأسف يعني تعمل جاهدة لإيصال هذه المخدرات إلى المملكة، سواء لبنان سواء إيران حتى لو كان من اليمن. هذه مشكلة ومعضلة، لأنه يعني لم يجد من خليني أقول لك، لم يجدوا أعداء الوطن للدخول ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة إلا عن طريق هذه الآفة. وقد يكون نجحوا إلى فترة أو إلى حد ما، ولكن ولله الحمد يعني المملكة اتخذت هذه الإجراءات التي أرسلت فيها رسالة إلى المجتمع الدولي. أمن الوطن والمواطن هو خط أحمر سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه. الآن نقطة سؤالك وحضرتك سؤالك عن أنه هذا الذي يستخدم المخدرات أين هم منهم أهل الولد هذا أو الشاب هذا، جيرانه، من يسكن حواليه في المنطقة دي. لا 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 ليس عيبا بأن يقوم أي مواطن صالح شريف يتصل على الجهات الأمنية، والأرقام ولله الحمد ميسرة والأجهزة ميسرة والجميع يملك أجهزة بيده للتواصل. باعتقادي أؤكد وأعيد على أن المواطن هو رجل الأمن الأول، فلا بد أن يكون هنالك تعاون مع وزارة الداخلية، تعاون مع الحكومة. جميل. حتى نظهر بصورة. يعني آخر نقطة، نحن الآن مقبلون على تحول كبير. جميل. أقرأ مقالة قبل كم يوم تقول لك أن المملكة العربية السعودية سوف تصبح، أو الرياض بالذات سوف تصبح في يعني بما هو مساحة طوكيو، مساحة نيويورك، هنالك تعداد سكاني مخيف، نتوقع مثل هذه الأشكال أو هذه الأمور، لكن نحن أولا كمواطنين يجب أن نكون رجال الأمن قبل الدولة. جميل جدا. ضيفي في الاستوديو المحلل الأمني سعادة اليوم محمد القبيبان، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، شكرا لك سيد.